FM. الكلمة ليك على الأغاني اللي معروفة في الجسرين اللي هي من تراث الجسرين وإلا امتداد لجهات أخرى من تراث الجسرين كما نحكم مثلا نقولوا عين الشراد ونقولوا يا عين السودة ويا حمامة طارت وبركانة ونستفتح باسمك إليه فما حاجات متاعنا من غادي معناتها ربما تغنت في جهات أخرى ولكن هي في الأصل ترجع للقصرين كما مثلا عندنا فيرسيون لمين يجينا مريض ذلال عندنا الفيرسيون القصرينية ثم الفيرسيون الكافية الكافية إحنا مطار ثم الفيرسيون الكافية الكافية زي نفس الغناية والكافي يقولوا متاعنا والقصرين يقولوا متاعنا هي شنو هي فما كي تسمع الكافي غناه وهذه جميل رو في عنده طريقة في الغناء عنده طريق كي تسمعها القصرين يغناه أو القفصي كل واحد وثنيت وهذا هو الشيء الجميل جهاتنا ولكن الفنانين يشتغلوا على الأشياء ذي قادرين نسمعوا أغنية بأربعة خمسة توزيع نحكي توزيع موسيقي كل منطقة كل واحدة تهزك في عالمها وترجعك لبنان الكلمة ليك